بفيديو اليوم حنضحك على الانترنت ونقنعهم اني خطبت، والخطه انه نصنع سلسله من الاحداث لحتى نقنع المشاهد اني جد خطبت. ولنساوي هالشي رح نحتاج لخاتم، لتسريبات صغيره، رح نحتاج لتغطيه اعلاميه، لويدنج فيك، كمان اهم شيء رح نحتاج لتسريب بيج. ندور على خاتم لحتى نطلبه، هذا حيكون الاداء المهمه والاهم للفيديو هذا. ثانك يو بوس. وصل الخاتم. جعبالي البس الخاتم بس ما اتوقع ايدي بتسمح. اجينا ننظف الاظافر عشان الخاتم يطلع حلو. ورجينا الزاويه هنيك، شايف شو في؟ رجولتي عم تبكي. ولكن في شيء مهم كثير اللي هو موقع الفيك ويدنج. عندي صاحبي صقر عنده باحه ببيته، هلا عم بقول له صقر حبيبي. هلا حبيبي اسامه، كيفك شو اخبارك؟ والله الحمد لله تمام. ما بطول عليك، بدي لوكيشن عندك بشرح لك بعدين. موجود كان البيت. بقدر اجيك بعد 3 دقائق؟ لا خلاص يلا انتظر. الله كندي ويلكم. اوه هذا اللوكيشن، نعطيك المفتاح احنا نطلع من البيت. صراحة ممكن اتخيل حالي بتزوج هون. انت لازم توقف هناك، شوف هناك بتسوي لنا، احنا الضيوف بنكون تحت. فاصل سريع لحتى اقول لكم على سبونسر اليوم، الستايل الجديد بوكليب فايز، بتعطوني 71 ثانية بالضبط بدعي لكم. اه صح ممكن تربحوا ايفون فركزوا. اوكي يا جماعة بدي اقول على السريع على بروسترز. بروسترز هي من اقوى الالعاب هلا. اوه جايب احمد نشيط لحتى اتحداك. شو علي الخسران؟ شن عقاب؟ اشرب من هذه الكاسة. لا باي. اتاكد انكم مركزين وحتحملوا اللعبه في ايفون. ايفون ايفون حتى تدخلوا للربح الايفون بدي اياكم تحملوا التطبيق من اللينك بالديسكربشن، تعملوا يوزر نيم، تكتبوا لي اياه بالكومنتات تحت مع الانستغرام تبعكم لحتى نتواصل معكم. اوكي جاهز تحداني؟ جاهز. جاهز؟ اوكي يا جماعه انتم عم تشوفوا على الشاشه هلا انا الدبدوب ونشيط المكسيكي اسمه نشيط ديفلز لايف باللعبه. بده يصير انه بدنا نجمع جواهر، جواهر هي الشيء الزهري اللي حتشوفوه هلا. هذا اول جوهره نشيط، شفتوا كيف فوق اسمه في زهري؟ هي يعني عنده جوهره. جمع جوهرات اكثر بيفوز. انفتت الو او لا 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 لا. طبعا صاحبكم بيموت فيكم تاخذوا الجواهر تبعه. ست جواهر. مين انت عندك ست جواهر؟ سبعة. لا اوكي نشيط لهلا فايز. نشيط عنده 9 جواهر. يس 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 يس. انت بتاكل. نشيط فاز يعني شفة واحدة. والله والله والله. هلا محل تقومي ورجيهم مين معنا. يمكن عجي ابرو خيط برواح اسماء من النخبة اليوتيوب. مش اشي نخبة اكثر من ملابسك الحالية. حلو اسماء. محمد خان حيزبطنا يا جماعة. Who's this one for? مش the big. الله يا نادي. اسمع انا خايف من شيء، خايف عروستي تتركني وتروح معه. انا متجوز على فكره. لما هي خاتم. اي من خاتم لما اجى على دبي شالو. يو هاف اكس 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 دولار. كيف تحكي له بردايه؟ كيرتن هي وانت كيرتن. يو بس حالي معضل. Can I have this one? Oh, thank you. قفوا لنا هيك صح؟ خذوا لنا سكرين شوت. Oh, do you have one for Mr. Camera؟ ما ننسى فريق العمل نحن. شباب شو رايكم باللبس؟ واو مان كثير بشع. زفت كثير بشع. مو بشع. ولك اول مره اشوفها قد مرتب. لا اذا ابو الرب قال لي مرتب اكلنا. برو ما عليك. هدي هدي هدي. واو برو ابشع بدله بشوف عليك. I'll show you one jacket. It's 55,000 dirham. Oh. You feel the fabric? Wow. Oh, wow. Naji, هاي ب 55,000. سيارة. هاي سيارة. Can I check? ناجي بده البدلة. ناجي حبيب بدأ للسكيورتي. يا رب ترجع. اوكي كيف بخبركم لبس السوت وقياسه وكل شيء صار خالص. الريفيل حيصير بلوكيشن الفيك هيلز. هاي سلسلة التسريبات الميني، حنبلش بأول وحدة اللي هي حتكون ستوري على الانستغرام، لابس الخاتم هون، بنزل بومران مشان تخلي العالم تبلش تفكر. أول تسريب بوست. عسلا احنا عند برهوم وإسلام حيكونوا مسؤولين عن تسريب صغير. بتعرف تدبك إسلام؟ حبيبي. برهوم حينزل ستوري إنه نحن متحمسين ندبك الليلة وما بعرف شو هي، وهذا حيخلي العالم يفكروا شو في شي حفلة بالليل.
شو هلا الكابشن هتعمله؟ تدريب حصري لحفلة الليلة. يلا فوز. روح يا كبير. أنا سؤال صادق. إيمان ولارا عوضوا حلمي وشهدت هلا. عم بضحك على اليوتيوب والإنترنت إني خاطب. اللي محتاجه منكم وطبيعي بخطبتي أنتوا تكونوا بالبلد. حتى يصدقوا العالم الكذبة أكثر فبدي تنزلوا ستوري، نزلوا لوكيشن دبي بس تأكدوا الصورة تكون بالليل. إذا أنتوا الاثنين نزلتوا حيبين أوفر، واحد بكفي. ظريف طلع يا مان. يعني إحنا هنحكي أوكي بس. آه بس. تدرب على اللاين تبعت حلمي. اوكي عسى هلا صرنا عند غيث وزياد. غيث وزياد رح نزلوا ستوري، حيكون هيك بالطقم، عم تختاروا الطقم على اساس يعني ما اشتري لحالك. طيب حبيبي الله يوفقك، طلعت بالغسيل. طيب. والله نايس. نزلت. زياد حينزل ستوري كمان بس حيزيد شوي بالعيار. جاهز زياد بالعيد شوي اكثر. يلا ليتس جو. اليوم رح نسرق بدله. اليوم رح يصير شيء اكثر من هيك ما فيني احكي لانه ينزلوا فيني الشباب. 1 2 كفا. حتى الكوتش لنكمل قصة الكوتش حينزل هلا. بدان اسكو يلا جاهزين. يلا جاهزين. مبروك اوزي، مبروك. احنا بنص التسريبات اللي صادف انه واحد صاحبنا كمان خاطب من جديد، فالفان بيجز والصفحات كلها عم تتجه لعنده. واللي كان صاير قبل ما هو ينزل هاي الستوريات العالم جد كانت عم تصدق. كنا عم تشوف الستوريز هلا على الشاشه، العالم جد كانت مصدقه. ساعشني شوي صراحه. وصلنا تقريبا هلا شيء 40 دقيقه. وصلت بنشيط قلت له تعال لازم نصلح الموقف. نشيط نشيط حتلبس انت جاكيت، حتطلع بالستوري، حتقول العالم قاعد يكتبون لي يقولون لي ليش مو رايح على خطبة فؤاد؟ فؤاد خطب قبل كم اسبوع، قبل اسبوع بس اليوم خطبة احد عزيز على قلبي، حاب اقول له منك المال ومنها العيال يا رب. اوكي يا جماعه، على هلا انستغرام عم يصير فيها اكشن. احنا بالطريق على عرس او على الخطبه اللي هي يا اخي والله صرت لخبط شو هي. اخذت معي البدله حلبسه هونيك. I told her meet me in the back. That I'm fat and she don't know how to act. When she back a thing up on that, it's a wrap. I'm just tryna hit it once. I'ma take her to the back. Think she came in with a man, but she leaving with me, yeah. 'Cause she know that I'm the man. Said she got a plan and she know me from the gram. Oh man, I think she might could be a fan. Made me think twice, so it might could be a scam. Oh yeah, might be. Where, قلت لك ما تيجي على العرس بدون ما تلبس. شو سبب عجبك؟ يلا خذ. صرنا هلا بلوكيشن عرس الفيك ومعنا المعازيم الحلوه. اللي هلا عم نفكر فيه كيف بدنا ننزل البيج ليك ليعمل اكبر ضجه ومين اكبر واحد بيسوي تسريب وبيجيب العيد. شو رايك؟ شو؟ اوه ماي جاد، كان عندي فكره كيف نعمل الليك. شو الفكره؟ قول لي. ممكن ما تفكر هو بيجيب العيد. لو سمحت ممكن تجيب المانيكا؟ العروس. تعالوا نسمي العروس، هاتوا اسماء للعروس. شو نسميها؟ منيره، هبيله، رهيبه، ميرا، ريما، زليخه. شو اسم الفاميلي؟ شانا مروه. مين؟ حنسمي العروس ندى، شو رايكم ندى؟ ندى حلو. جيب ندى لقلك. ندى وين بدك اياها؟ هون بدنا ندى، تعال جيب ندى. بعد ما خلصنا التسريبات الصغيره وصلنا هلا على اللوكيشن لحتى نعمل التسريب الكبير اللي حيعمل اكبر ضجه. ما عم تشوفوا على الشاشه بدنا نتكتك تفاصيل جدا دقيقه لدرجه انه نقرر مين حيمشي حيطلع بالشاشه ومين حيكون مسؤول عن اخذ الصوره. سو هذا هو البيج ليك، هذا اللي بيسوي ضجه في كل مكان. هذا اللي حيسوي الضجه. انا والعروس ورا وقال يعني احمد جربوه عم يمشي بالغلط، انا يعني عم نادي حدا كلهم تك تك استراتيجي. الفكره انه بعد ما تنزل 4 دقائق نمسح. اوه بلشت بدت الضجه، بدت الضجه. اوه ماي جاد كفو. اوكي راح امسح خلاص امسح. يلا 3 2 1 ايتين نزلت وراح. على فكره انت غير التكتيك اللي شفتوه بالفيديو، في تنظيم عم بيصير على الموضوع، هاد صار له اسابيع وهيك عم بيصير اقرب لستايل جديد كثير. اللي بيكون انتبه بفيديو زياد وساره مثل ما انتم شايفين اصلا مبروك ما في. ليش؟ لانه ما في حدا مبروك. او في سبب ليش مبروك فاضي؟ اوكي الله يوفق ادوينا. شو خلص هلا ما حكينا شيء. هذا غير الستوريات اللي انا كنت عم نزلها وعم نحط خواتم بكل اصابعي تقريبا. ودائما خلوا مخكم مفتوح بالستايل الجديد لانه حتشوفوا كثير اشياء هيك. I love you all. Subscribe, like, comment. اوكي جماعه، سو بعد العرس العريس بيطلع مع عروسته على الليموزين. عروس شوي نفسيه مثل ما شايفين. صار له تقريبا 20 ساعه من وقت الليك الكبير واللي عم بيصير جد 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 جنون. مسجاتي ما عم توقف على الموضوع. في شيء كثير مهم لازم تعرفوه انه قبل البيج ليك لما كنا شغالين بالسمول ليك كان العالم لسه مو متاكدين هل هو مو هو، بس بعد البيج ليك انتقلت مسجات من هل انت لا مبروك. هذا بيورجينا انه البيج ليك جد كان له مفعوله. غير هيك المسجات عند الشباب كلهم عم يبعث لي سكرين شوتات وعم يورجوني انه الوضع مو طبيعي. فان بيجز صفحات الأخ
الاخبار جماعه جد وصلت لدرجه اني لما اكتب على اليوتيوب خطوبه والف بيطلع لي اسامه مروه. في فيديوهات صارت نازله على الموضوع. شرينا خاتم، احنا ضفنا ايدينا نلبس الخاتم، شرينا طقم، لقينا لوكيشن، جهزنا الشباب، جهزنا تسريبات، حكينا مع صفحات حتى نوصل للحظه هي. اتوقع فينا نقول هلا انه القصه نجحت. هذا الفيديو كان كتير مزعج، كتير صعب، كله منك انت. هي الى حساب تاني.